الاستاذ ديال المقاط ديال الاعمال اللي جاءت بناء على رساله السيد عامل الاقليم بروجيكت عدد 6308 بتاريخ 26/11/2021. النقطه الاولى في جدول الاعمال تتعلق باعاده دراسه مشروع ميزانيه الجامعه برسم سنه 2022. غير ما يتعلق بالرساله ديال السيد العامل، الخلاصه ديالها تتضمن بعض الملاحظات حول بعض الفصول، خصوصا ما يتعلق بشكل كبير عن النفقات، وكاين واحد الفصل يتعلق بالمداخل. اذا غير باش نشرحوا اول الحيثيات ديال رساله السيد العامل، هو عدم التقييد بمقتضيات ترشيد النفقات المنصوص عليها في الدوريه الوزاريه والسيد وزير الداخليه متعلقه باعداد ميزانيه الجامعات وترشيد النفقات، وكاين واحد الفصل يتعلق باجور الاعوان العربيه ما يتعلق ب راح عندكم الاعداد ديال النفقات اجور الاعوان العربيين اللي كان فيها السي احمد شحال كان فيها قبل وشحال في الاجتماع شحال السي احمد 40,000 درهم ورجعت الاقتراحات ديال لجنه الماليه والميزانيه والبرمجه 30,000 درهم شراء الوقود والزيوت كان فيها 75,000 درهم المقترح ديال لجنه الماليه والميزانيه والبرمجه 70,000 درهم والنقطه المتعلقه كذلك بمساعده ودعم الجمعيات كانت شحال 72 شحال كانت 70 بقات 68 ما دارناش فيها تحديد داخل الماليه والميزانيه والبرمجه، وكانت واحد النقطه تتعلق بمدفوع الجماعه لفائده الجمعيه المغربيه لرؤساء مجلس الجماعات، هذا واحد الارتيكل اللي تيخصو الدار ومفروض انه خصو يتزاد في الميزانيه ديال الجماعه، وبناء كذلك الرساله ديال السيد العامل، واللي فتحنا هذا الارتيكل بمبلغ ديال 5,000 درهم بعد الاستشاره والاتصال مع المصالح ديال الجماعات المحليه لعمله اقليم التوريد. الاخير تم تطبيق اثناء اعاده دراسه الميزانيه استدعي دراسه ديال المداخل اولا والنفقات وعلى كاين الملاحظات اللي كاينه اللي كاينه في الرساله ديال السيد العامل. وحنا ما بديناش في التفاصيل ديال باش نعطي لكم الصوره على الإقامة بالمؤسسات السياحية كاين فيه تعديل، وكاين الرسم على عملية تجزئة الأراضي ثم منتوج استخراج مواد المقاريق والرسم المفروض على استغلال المعادن. إذن هذه هي التعديلات باش نقول بشكل عام. أنا كنهضر على الاجتماع ديال لجنة المالية والميزانية والبرمجة اللي تم تخفيض العجز اللي كان يقدر 90 مليون سنتيم إلى 80 مليون سنتيم، ثم تعويض على المسؤولية. هذا التعويض على المسؤولية، مدير المصالح تيتقاضى واحد التعويض شهري كيعطيه له القانون. دونك كيقول لك بأن خصكم إعادة النظر في هذا الفصل وتم التخفيض ديالو وفقا للحاجيات ديال الجماعة فيما يتعلق بهذا الفصل هذا، فيما يتعلق بالإصلاح ديال الإنارة العمومية. هذا مقترح ديال الجماعة بأن الإنارة العمومية تيخصنا نديرو واحد من دوك الشمارة اللي خصو يمشي ويصاوب المصابيح ديال الإنارة العمومية، كاين اللي كتبقى شاعلة جوريوي، كاين اللي خاسرة، وكاين طلبات ديال الناس، وكاين خصوصا فيما يتعلق بدوك لي بوست لي موندار، لي موندار اللي تيوقع فيهم خلل، عندهم واحد الديريتي واحد المدة ديال الحياة، كيخصنا واحد العامل من الأعوان العربية اللي تتخلص من هذا الفصل. هذا النقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالجمعية ديال الماسين ديال النور اللي فيها الان واحد تعيش واحد الوضعيه شويه كنقولوا صعبه، ولكن هذه مجهودات من داخل السلطه المحليه ولا من المجلس ولا من الناس ديال السكان المستفيدين من النقطه المائيه ديال الفلاح كيعرفوا واحد العجز كبير لتجاوز هذا العجز او تقينه باش انهم يكون عندهم واحد الاساس قار اللي تيبومبي الماء من الشاطئ ديال الفلاح من الشاطئ الاخرين، وكيقوم كذلك بالاصلاح ديال التصرفات المائيه. هذا رقم زوج.
وكاين يتعلق بالحراسة ديال هاد، لأن كاين توجه الآن عند المجلس باش أن الإدارة تنتقل لهنايا، وغادي تنتقل إن شاء الله في القريب العاجل. كاين شروط العمل متوفرة هنا فيما يتعلق بالجانب الإداري، يعني لي سيرفيس ديال الإدارة، المداخيل، المصاريف، المكتب التقني، المشروعات الإدارية، مع الاحتفاظ على ليغاليزاسيون والشواهد والحالة المدنية باش نقربوها للمواطنين في مدينة العيون. بطبيعة الحال كتشوفوا بأن مدينة العيون ما فيهاش ظروف ديال العمل نهائيا هذا المكتب المؤقت، حنا انتقلنا لها بالتراب ديال الجامعة ديالنا باش أننا نشتغلوا هنا. هنا غادي يكون واحد الحارس ليلي تيحرس هذه الجامعة وتتخلص من هذا الارتيكل ديال الأول العربي. سيد الرئيس، ميزانية ديال الجامعة خصوصا الحديث العامل اللي جات فيما يخص وقود الزيوت للعمال العربيين ودعم الجمعيات، سيد الرئيس أنا كنشوف أنه تعديلة اللي درتو محلها، لأنه نحترمو تعديلة اللي دار المراسل الحديث العامل والملاحظة ديالو، ولكن ما يخص وقود الزيوت كما جا في المدخلة ديالكم أنه الجامعة منخرطة محاربة كوفيد، وعندنا واحد سير الإسعاف كتنتقل يوميا للعيون للمركز، كتبدي واحد المهمة وربما هي اللي كتستهلك واحد النسبة مهمة من الغازوا، على الرغم من أنه الشاحنة اللي عندنا اليوم الحمد لله بأنه كما قريب من المنطقة ديال سيدي موسى اللي كانت كتستهلك فيها واحد العدد كبير، احنا إن شاء الله ربما غادي تدخل فيها الماء، نظن بأنه قال 700 سنتيم ولا غادي تصرف ولا غادي يبقى هذا هو الواقع. فيما يخص العمر العربي سيد الرئيس، انا كنت الفكره عندي انه لما داروا ديك المذكره القديمه سيد العميد توضحوا فيه بانه المنطقه ديال ماسي كان عندنا موظف ديال الجامعه كيودي هذه المهمه وخرج تقاعد، وحنا راه الجامعه ارتأت انها تعوضوا بواحد العامل في هذا الاطار ديال العمر العربي. فيما يخص دعم الجمعيات سيد الرئيس، كذلك حتى هو نوضحوا لسيد العميد بانه الحاله الماديه ديال الساكنه انه الحاله مزريه، الجامعه حتى اللي كدير بالنسبه للجامعات الاخرى راه قليل. انا في الولايه السابقه كنت كنجلس مع الرؤساء، اقلهم هو ديال الوظيفه كيديروا 300 سنتيم دعم الجمعيات، وهذا يعني في التراب ديال الاقليم ديالنا، حنا هما الاضعف، الدعم اللي كنعطيو حنا للجمعيات هو الاضعف، وكيمشي لواحد بعض الجمعيات عندهم حتى واحد الشويه ديال الشفافيه، حتى في الصرف ديال انه هادشي كيجيستيكو الجامعه عندنا الناس اللي كيديروا النظافه، وكذلك الحارس ديال هذا المرافق هذا، السيد العامل كذلك هو كيدير مراقبه يقول لك ما تقلعوش دوك الناس، نقلعوهم دابا، نقلعو لك الدعم ديال مثلا ديال المدرسه الجماعاتيه ونصبحوا حنا واقفين، يعني كنظن بانه على ما اظن هذه ثلاثه ديال الحوايج فيما يخص السيد الرئيس المداخيل، يعني فيما يخص المعادن والمقاليع، وكنا تطرقنا لهذا الموضوع يعني لما كنا كنناقشوا الميزانيه الدورات السابقة، بأنه كل شيء غادي يمشي للجهة، والجهة حتى هي دار ذاك المقرر ذاك التعديل الجبائي ديال هذه الدرجة ديال السيد الرئيس، هذا هو اللي هذا هو صلب الموضوع، تحدثوا على هذا علاش الجهة هي بالضبط اقترحت جوج دراهم، وحنا الجماعات الترابية ما عندناش مداخل درنا 6 دراهم، كان هي عليها تراحي الجماعات المداخل ديال الجماعات. بالإنارة العمومية، بينما عندكم هنايا واحد الارتيكل فيه العناية والإصلاح الاعتيادي لشبكات التوزيع ومنشآت الإنارة، خليتوه خاوي، هذا هو اللي كان خصو يعمل ويتعطى لشي واحد متخصص في الإنارة، واش غيجيب واحد عراضي غادي يمشي يتعلق في الآخر سميتو في البوطو ويشرح لك الضو، هذا غير ممكن. راه الهضره من دراسي انا نقول لك لو كان ما كانش هاد الترونسبور راه تروح للمعقار بعدا من الباديه، الناس فقراء وكاين اشغال اخرى اللي ساهمت الاخر بالهضره من دراسي باش ما يبقاش كاين ايصال ما السكان، لان كانوا الاولاد والبنات كانوا كيتكلفوا يمشيو يسقيو، حنا
حنا مشينا بهذيك مشينا بهذيك السياسه من النهار الاول على اساس ان كل واحد يكون عنده المقرب له للدار باش ما يشغلش ولده ولا بنته ولا هادي، وزيد الكهرباء عاوتاني كتلعب واحد الدور مهم. الناس راه وصلوا لواحد المستوى في الباديه، راهم كاينين كيقراو عن بعد. ديك الوقت فاش كان فاش كانت ديك الجائحه ولا فيما يتعلق المصاريف على التدريس ديال الابناء، هذا جانب. الجانب الثاني هو ان الدوله الان دار داك البرنامج ديال التيسير ديال الدعم ديال الفصائل المميزه، وراه هذا كيغطي هذا الخصاص خصوصا فيما يتعلق بالتلاميذ اللي تيقراو في الكوليج. اعتقد كيعطيو 100 درهم وقيله للتلميذ. دونك كاين واحد المجهودات لا ديال الجماعه ولا ديال الدوله وديال القطاع الوسيط في النهوض طريقه الحال، ولكن تحسن ديال المؤشرات باش نهضروا في كل وضع. واحد الوقيته ما كانش التدريس ديال الفتاه اللي كتوصل للسادس كتخرج من المدرسه، حاليا يمكن هذا التحسن ديال المؤشرات ديال التدريس. وكنشوف تبارك الله اقبال كبير ديال الساكنه ديال الجامعه. انا ماشي كنقول العامل فقط ديال النقل المدرسي هو اللي ساهم في هذا الشيء، النقل المدرسي شنو ساهم، برنامج تيسير كذلك ساهم، كذلك الوعي والاهميه ديال التدريس عند الاسر بدا يرتفع، ولات التدريس خصوصا فيما يتعلق بالفتاه القرويه ولا واحد الوعي بان الفتاه ولات كتقرا، ولات كما نقولوا ما بقاش ذاك الهضر المدرسي بواحد الشكل اللي كان غير ذلك. في بعض المناطق ولات التدريس مجانا، راه ولاو التلاميذ كيمشيو مجانا لان جامعات عندها مداخيل ديالها وقدمت. حنا في اطار تدبير ما يعني ما يمكن تدبيره وفق الامكانيات المتوفره، هذا الشيء اللي نقدروا نتعاملوا معاه في هذا. ما كرهناش حتى حنا ولادنا يقراو مجانا، ربما حتى نزيدوا ماشي غير يقراو مجانا، يقراو مجانا ونزيدوا نساعدوهم ونديروا لهم الرحلات ونديروا، ولكن الاكراه اللي كتعرفوها جميعا هذا الشيء اللي عطي الله. كاينه مساهمه تضامنيه انا كنشوفها، ملي كتقول 50 درهم تيساهم بها شي حد اللي غادي يجي مثلا سيدي العباس بشكل يومي، راه ماشي هذا ماشي تيخلص ترونسبور، لا راه لو كان يجي يخلص ترونسبور راه تفوق بديكليكاتي، ماشي كيخلص بلاصتو، راه فقط تضامنيه باش نتغلبوا على بعض المصاريف الاخرى ديال الغازوال وديال الشيفور في بعض المناطق. اذا هذا هو الواقع. وكاين بعض الجامعات خصنا نعرفوا في المغرب راه مازال ما عندهمش هذا النقل المدرسي، مازال تيحل المشكل. حنا على الاقل تقدمنا على المستوى الاقليمي في هذا المشروع ديال النقل المدرسي، فوقاش كان عندنا النقل المدرسي حتى العجيران، ولكن اليوم تقريبا حكوا بنا ولينا تساوينا فيما يتعلق على الشيء ديال النقل المدرسي. سيد مدير الطرق، مدير الجهوي للتجهيز والنقل، ورئيس مجلس الجهه ووزاره الاقتصاد والماليه، اتفاقيه شراكه خماسيه الاطراف بالطريق اللي تتؤدي للناظور للمركز ديال المشرح الحمادي للمتسجل على مسافات اعتقد 10 كيلومتر سيد سميمو ياك. وكان دارت لان سنه الانجاز ديالها غادي تكون في 2022 اعتقد 22 واش 22 21 اعتقد في 2022 باش ان تنجز هذا الطريق. حنا تنتسائلوا ونلتمسوا من الناس ديال الموقعين الاتفاقيه، بغينا نعرفوا فين وصل هذا المشروع ديال هذا الطريق، خصوصا انها الان كاين مشروع كبير، مشروع مهيكل، مشروع كبير فيما يتعلق ب مشروع محمد الخامس، واعتقد هو الممر الوحيد. وكاين توجه ديال ان حتى هذه القنطره ديال المشروع الحمادي ما غاديش يمروا منها الشاحنات، باش انهم غادي يحولوا المسار ديال الشاحنات للمشروع الحمادي عبر هذا الطريق 6820 عبر مشروع محمد الخامس. السينيمون راه عندنا توضيحات بانجاز طريق القيمه رقم 6022 مؤديه الى سيد محمد الخامس. وهذا المشروع الاتفاقيه السيد الرئيس كان في اطار واحد المشروع ديال الشراكه تعلق بتاهيل المحاور الطرقيه والمهيكليه والمهيكله والترجيب في الشرق. الطريق ديال 6022 السيد الرئيس اليوم نقولوا بواحد العباره انها وصلت واحد الدرجه انها كارثيه، ما بقاش فيها واحد المتر ديال البودروم. وحنا اليوم السيد الرئيس
امام واحد المشروع مهم ديال التعليق ديال الصباح الخميس، ورقائنا نستغلوا هذه الفرصه هذه مادام الاتفاقيه مازال جاري ساريه مفعول، خصوصا انها كتمتد من 2017 2022 دراسه موجوده عند القطاع المعني وهو وزاره التعليم. الاعتمادات كاينه، رقائنا انه نحطوها اليوم في الدوره من اجل الدراسه من اجل التداول فيها، وندير واحد الملتمى للسيد الرئيس لذكروا السيد رئيس الجهه بهذه الاتفاقيه، وباش ان شاء الله يتم التوسيع ديالها والتقويه ديالها. كنا نتمنوا انه ذاك الممر حتى المحور الخامس، ولكن ربما فيها اشطر. الشطر الاول هو هذا السيد رئيس، حنا نديروا ملتمى السيد رئيس نذكروه ونديروا له واحد مذكره تقديميه بانه الطريق هذه خصوصا المنطقه ديال مكسيم الجيل كتهمنا حنا بطل السيد الرئيس، فيها واحد المشروع مهم ربما هو الاول في الجامعه ديال تربيه الدواجن، كاين تما مزيد من 15 استاب ديال تربيه الدواجن، وكاين واحد القاطع مهم ديال الماشيه، وكتمر منه واحد العدد مهم ديال الناقلات. نديروا السيد الرئيس هذا الملتمس، وحنا مستعدين السيد الرئيس بعد الاذن ديالكم انه نطرحوا على المشروع هذا ونخرجوه للحي الموجود. لا ماشي احنا غير تفعيل الاتفاق الشراكه مع الملتمس. الملتمس لمن؟ جميع الموقعين. لا لا الجهات المهنيه، الجهات المهنيه هما هذو. هذا اربعه. هذا اربعه. خمسه. خمسه. اذا